بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين الكرام متابعينا الأفاضل، لازلنا مستمرين معكم في وصف منافسات سباقنا في صباح هذا اليوم، سباق المحل الثاني على أرضية ميدان الشحانية، ونتابع معكم انطلاق مع سن اللقاية. ينطلق شوطنا 17 من أشواطنا الصباحية لنتابع منافسة مع تحديات البكار والأربع كيلومترات هي المسافة، ونتابع مسار هذا الشوط ماذا يحمل لنا من منافسة وإثارة مع شعارات أبناء القبائل. نتابع المقدمة مباشرة مع صدارة هذا الشوط، هذه اللي تحتل المركز الأول الظبي بشعار عبد المحسن بن سالم آل عبد الله، من يقدم لنا الظبي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما اللي على المركز الثاني مشاهدين الكرام نتابع في ثاني المراكز على ما يبدو شعار الشهواني، من ينطلق على المركز الثاني من خلال هذه الانطلاقة وتحديات هذا المسار الجميل مع المركز الثاني مشاهدي الكرام. لكن شوف التدخل اللي شاهده من قبل الزبارة اللي غيرت مع المركز الثاني سعود بن حسين الكبيسي، من يقدم لنا الزبارة على مستوى المركز الثاني مع هذه الانطلاقة، بينما على المركز الثالث نتابع هذه الاندفاع الجميلة والاسم الواصل في هذه اللحظات تحمل الرقم 21 على المركز الثالث، هذه جبارة لسعيد بن جابر بن ستان المري، من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات مع ثالث المراكز. والمركز الرابع، رابع المراكز الذاير هادي بن راشد الشهواني، من يقدم الذاير على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، خامسا الداودية فرج بن سهيل بن عبد الهادي المري، من يقدم لنا الداودية في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء للخمسة الأسماء المتقدمة في أول إذاعة على مسار هذا الشوط، ولكن شوط مليء بالأعداد يسير هنا بين جنبات ميدان الشحانية، منافسة حاضرة مع شعارات أبناء القبائل. 2 كيلومترات من عمر شوطنا انتهت، وتبقى النصف الآخر في مسار جميل تنافسي حاضر هنا على أرضية ميدان الشحانية مع شعارات أبناء القبائل. ما شاء الله على هذه النوعيات وهذه الشعارات المزينة لأرضية الميدان. سباقنا المحلي الثاني نتابع معكم ونصف لكم هذه الإثارة الحاضرة مع الأصايل المشاركة في هذا الأداء الجميل. العودة إلى المقدمة إلى الصدارة والبداية لنتابع مقدمة الشوط، هذه الزبارة اللي غيرت الأمور، شعار الكبيسي ينطلق مع البداية الأولى. سعود بن حسين بن محمد الكبيسي يقدم لنا الزبارة على مقدمة الشوط بشعارها الجميل، منطلقة مع المركز الأول والصدارة الأولى، بينما على المركز الثاني أتابع هناك أيضا الملاحقة اللي شاهدها مع اندفاعة جبارة تنطلق على المركز الثاني في هذا الأداء الجميل. شعار سعيد بن جابر بن ستان، من يقدم لنا جبارة على المركز الثاني وثالث الأسماء، تحركت العالمية، وصل بن برقان شعار الصارم اللي قدم لنا العالمية في هذا الشوط. محمد بن بخيت بن برقان يقدم لنا شعاره في هذه اللحظة، والوصول الآخر وصلت الفائزة خالد بن محمد بن سالم المريخي، بدأ يقدم لنا رباعية جميلة من خلال تقدمه في هذه اللحظات مع الفائزة على المركز الرابع. المركز الخامس مع خامس المراكز، يا سلام متعبة وصلت في هذه اللحظات. صالح بن حمد بن سالم المري، شعار بن سعد بدأ يقدم لنا متعبة في هذا الأداء الجميل. الموقع وين؟ جاوزنا لوحة الكيلو متر الأخير يا مضمرين، لكن العودة إلى مقدمة الشوط مع مربع الناموس، المربع الذهبي كما قيل في عالم الإذاعة. يا سلام على هذا المشهد الجميل، على الكادر العلوي من قناة الريان الفضائية، تابعوا هذه الإثارة الحاضرة مع هذه الشعارات. ولكن الله 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 الله، الكبيسي يسيطر مع الزبارة على مقدمة الشوط، بطل حتى هذه اللحظات سعود بن حسين الكبيسي، ولكن من الجانب اليمين جاوزت العالمية، وصل بن برقان يغير موازين الشوط من خلال تقدم العالمية، وتحركت جبارة، والوصول من الواصلة، وصلت الواصلة يا ابو شارب خليفة بن محمد بن طوار الكواري، ارصد هذا
هذا القدوم الجميل، ولكن العودة اللي طارت مع مقدمة الشوط العالمية مع بن برقان بدأ يقدم لنا تحديات نهائية من مسار الشوط. بالفعل شعار الصارم من يطير مع العالمية بشعاره الشطرنج المميز يحضر هنا مشاهدينا الأعزاء في هذا الأداء الجميل في التحديات النهائية من عمر هذا الشوط. سلام يا بن برقان، طار بالناموسي والانتصار. العالمية والأداء عالمي، العالمية والأداء مثير، العالمية وشعار بن برقان يخطف الأضواء مع العالمية. تهانينا لمحمد بن بخيت بن برقان، مشكور يا صارم، مشكور اللي قدم العالمية في هذا العرض الجميل. تهانينا والناموس، بينما ثاني المراكز من وصلت على المركز الثاني الواصلة لخليفة بن محمد بن طوار الكواري. المركز الثالث كان الوصول لمشاهدي الأعزاء من جبار لسعيد بن جابر بن ستان المري. المركز الرابع، رابع المراكز وصلت متعب لصالح بن حمد بن سالم المري. والمركز الخامس، المركز الخامس كان من نصيب الريم لمنصور بن فيصل آل عجب الشهواني. هكذا متابعينا الكرام تابعنا معكم مسار هذا الشوط، ولكن بن برقان مع العالمي استطاع أن ينتزع ناموس هذا الشوط. ناخذ التوقيت الزمني، لحظة وصول العالمي إلى خط النهاية قاطع الأربعة كيلو متر في 6 دقائق 28 ثانية، 62 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن بخيت بن برقان على فوز العالمي بالمركز الأول، بينما ثاني المراكز من وصلت على المركز الثاني. مشاهدين الكرام، كان الوصول مع المركز الثاني من الواصلة، توقيتها الزمني 6 دقائق 33 ثانية 85 جزء من الثانية. تهانينا لخليفة بن محمد بن طوار الكواري على فوز الواصلة بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فوصلت الجبارة في 6 دقائق 34 ثانية 19 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن جابر بن ستان.